مرحبا بكم الناس الكل في قناتنا الرياضية التونسية. رسميا نبيل معلول المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي، كما كنا نشاهدوا اكيد على الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي تنزل الخبر العاجل هذا بانه نبيل معلول اصبح المدرب الرسمي للفريق بعد تجربة رضي الجعايدي اللي اعتبرها البعض فاشلة. اكيد جماهير المكشخة، جماهير الترجي تستعيد الذكريات مع معلول 2011 ولا تشامبيونز ليج بعد سنة 94 واللعب الرائع والجميل اللي كان تلعب به الترجي. كنت تفكروا اكيد 2011-2012 بكل صراحة. بالحق الترجي وقتها كانت عندها افضل طريقة لعب وافضل فريق يدور في كرة في افريقيا. على كل في الخبر امتعنا اليوم الرسمي والاكيد نبيل معلول المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي.